المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية صباح اليوم بنواكشوط دورة تكوينية حول الأمن والسلامة البيولوجيين لصالح منسقي شبكات مختبرات الصحة العمومية الوطنية. ويأتي هذا الملتقى في إطار مقاربة الرقابة الوبائية والكشف السريع مع ضمان السلامة والأمن البيولوجي التي ينتهجها القطاع. تسعى هذه الورشة التكوينية حول الأمن والسلامة البيولوجيين التي ينظمها المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تسعى إلى تعزيز قدرات منسقي شبكات مختبرات الصحة العمومية على المستوى الجهوي سبيلا للاستجابة السريعة للكشف والتصدي للأمراض الوبائية والرفع من جاهزية مختبراتنا الوطنية. تعتبر مواضع التكوين خلال هذه الورشة بالغة الأهمية بالنسبة لقطاعنا، حيث ستعالج من بين أمور أخرى الجوانب القانونية للأمان والسلامة البيولوجية، المبادئ الرئيسية لتقييم المخاطر المهنية، الجودة والسلامة والأمن والبيئة، وطريقة اعتماد المختبرات المرجعية للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، التحكم في أسباب التلوث داخل المختبرات الطبية والكيميائية، مزايا الحد من المخاطر والمحافظة الآمنة على مخرجات مختبراتنا الصحية. ممثل منظمة الصحة العالمية في هذه الورشة الدكتور أبو بكر عبد العزيز شدد على أهمية معرفة الاستعمال الصحيح والآمن لمواد السلامة والأمن البيولوجيين، خصوصا حينما يتعلق الأمر بمكافحة الأخطار المرتبطة بالعمل في المواد البيولوجية عموما والجوانب المرتبطة بالسلامة في المختبرات على وجه الخصوص. وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة دورات تكوينية ينوي المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية تنظيمها هذه السنة في إطار دعم القدرات الجهوية لشبكات الصحة العمومية. ستمكن هذه الورشة الفنية المتخصصة والثانية من نوعها في موريتانيا من تكوين منسقي شبكة مختبرات الصحة العمومية على المستوى الجهوي سبيلا لتعزيز القدرات اللازمة لتطبيق متطلبات التشريعات الدولية، وخاصة البند المتعلق بالوقاية من خطر التلاعب بالعوامل المسببة للأمراض والمحافظة على سلامة عمال مختبرات البيولوجية الوطنية. وستناقش هذه الورشة على مدى 5 أيام مواضيع هامة ومتعددة تتعلق بمستوى تطابق القوانين الوطنية مع متطلبات نظام الأمن والسلامة البيولوجيين وإدارة المخاطر في المختبرات الوطنية، وكذا طرق التعامل الصحيحة مع الأجهزة الطبية والعينات البيولوجية والكيميائية الخطرة. كما سيتم التطرق للمواضيع ذات الصلة بمتطلبات لوائح التشريعات الصحية الدولية والاتفاقيات الأممية للحد من انتشار العوامل المسببة للأوبئة ومنع استخدامها اللامشروط لأغراض مؤذية للبشرية.